بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحببنا في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم من الله أقرب. وأسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يعم الخير على مصر وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين. احببنا في كل مكان، ونحن في ايام العيد وحلقه ان شاء الله من وجهه نظري قويه، حلقه مثمره. ليه؟ لان احنا هنتكلم عن العيد في بيت النبي، كيف كان يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالعيد. خليكم معنا إن شاء الله، هتبقى حلقة مثمرة وحلقة طيبة بإذن الله. ليه؟ لأن خصوصا معايا الداعية وفضيلة الشيخ سيد البرديني من أئمة الأوقاف المصرية. نرحب بضيفنا شيخنا الشيخ سيد. أهلا بحضرتك وكل عام وأنت بخير. أهلا ومرحبا، وكل عام وأنت بخير، ومصر جميعا بخير، والأمة الإسلامية في خير وسعادة ونصرة وتمكين بفضل الله عز وجل. اللهم امين يا رب. امين يا رب. اللهم امين يا رب. ان شاء الله شيخ سيد النهارده احنا قلنا الحلقه هنسميها العيد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل مسلم وكل مسلمه اكيد بيحب سيدنا النبي محمد، وخصوصا شعب مصر شعب جياش لحب النبي وآل بيت النبي صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الأدب، صلى الله على من علم الدنيا الخلق، صلى الله على من علم الدنيا الحب والسماحة. في أيام فعلا نحتاج فيها إلى أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا يا شيخ سيد قبل ما أبدأ، أنا بس أحب أعرف الناس قد إيه قدر هذه الأمة ومكانتها عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأمة دي يعني ليها خاصية كده عند ربنا، حاجة كده جميلة. ربنا سبحانه وتعالى يعني شرفنا وكرمنا وعظمنا إشرافا وإكراما وتجليلا لحبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي يعني جميل، وعرفنا حاجات كتير جميلة، لأنه هو اللي دلنا على الخير ودلنا عن الله. وربنا سبحانه وتعالى من كرمه على هذه الأمة جعل لنا نفحات، جعل لنا في أيامنا نفحات، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من أيامكم لنفحات. ربنا سبحانه وتعالى عمل نفحات لهذه الأمة، ومن ضمنها اللي موسم الحج. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الحج وزيارة بيته الحرام، وكل من قال أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. فهذه الأمة لها خاصية كده، ربنا كرمنا بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل عيد ما بيجيش الا بعد طاعه. طيب نشوف بقى مع الشيخ سيد، احنا دلوقتي في العيد الاضحى، ها العيد الكبير زي ما بنقول، جه بعد فريضه شيخ سيد، جه بعد العشر الاوائل من ذي الحجه، وطبعا الثلاث ايام التشريق، ودي افضل ايام في الدنيا. عايزين بقى نعرف الناس قبل ما نخش بقى ازاي النبي كان بيحتفل بالعيد، وازاي كان بيتعامل مع زوجاته، ازاي كان بيتعامل مع اولاده واصحابه في العيد. نعرف بس الناس فضل هذه الأيام ومكانتها عند ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية نحن نتعبد إلى الله عز وجل بحبنا للنبي، ونتعبد إلى الله عز وجل بحبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مكانته عالية عند ربه أولا، وعند أمته ثانية. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال جبريل: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أجد أفضل من محمد. النبي كان مثلا عليا في الخلق صلى الله عليه وسلم، ما مس ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لما فعلت ذلك يا أنس،
ولا لشيء تركته لما تركت ذلك يا أنس. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين ليخرج الأمة من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ونور الإيمان، ليخرج الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الأيام التي نعيشها بفضل الله عز وجل، جعل الله عز وجل لنا بعد كل فريضة، بعد كل فريضة جعل لنا فرحة. إذا نظرنا إلى الوراء قليلا، عيد الفطر كان يسبقه رمضان والاعتكاف والتماس ليلة القدر، ثم جاء عيد الفطر، واليوم يسبقه العشر الأول من ذي الحجة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه. العمل الصالح متعدد، لا يكتفي على الصيام فقط، وإنما الصدقات وصلة الرحم والعطف على الأيتام والصلح بين المسلمين والابتسامة في وجوه الناس. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه. وهذه العشر هل هي أفضل أم أيام رمضان؟ أيام العشر هي أفضل عند الله عز وجل من أيام رمضان. لذا قال ابن الحجر رحمه الله، قال: لأنها تجتمع أو يجتمع فيها رؤوس الأعمال، رؤوس الدين، ففيها الصلاة وفيها الزكاة وفيها الصوم وفيها الحج، فيها أيضا الأضحية، فيها الأضحية، فيها صلة الرحم، فيها خيرات عظيمة. لكن ليلة القدر هي أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحج. بمجمل الكلام، نحن نعيش أيام طيبة لابد أن نكسر فيها من الطاعات ونكسر فيها من الخيرات. الله يبارك لك، قلت حاجة جميلة قوي. احنا في أيام نحتاج فيها إلى التصافح والتصالح. تمام. طب ده في ناس بقى ممكن تلاقي بتصوم التسعة أيام، يعني من أول من العشر الأوائل من ذي الحجة، وما شاء الله شغالة صدقات وعمالة تعمل أعمال خيرية، لكن بتلاقيه متخاصم مع أخوه المسلم، تلاقيه ممكن يكون مخاصم أخوه بن أمه وأبوه، ده ممكن كمان يكون عقل والديه، ممكن ما يكونش بيبرهم. يعني هو العيد ده في فرحتين، فرحة للعبد الطائع وفرحة للعبد العاصي، بس فيها شتانة بين العبد الطائع، هو بيفرح بثمرة طاعته، صح؟ بما قدم، الله يفتح عليك. أما التاني بقى اللي هو بيحتفل بقى بالمسكرات والمنكرات واللي بيجهز بقى العدة بتاعته عشان يفرح، ده ملناش دعوة بيه. احنا عايزين دلوقتي بنعيش مع ليلة او العيد في بيت النبي. طيب الموضوع ده اصلا شغير لنا يا شيخ سيد. طيب. ان بيتلبي يصوم وعمال يعمل اعمال خيريه، وعمال يقرا قران طول النهار، عمال في العشر اوائل، وتلاقيه عقل ولدي او ما بيسالش على ابوه وامه، وتلاقيه قاطع للرحم ما بيتصلش، وممكن يكون متخاصم مع احد اقربائه، ممكن يكون متخاصم مع واحد جاره. طب انا عايزك بقى تدي الناس دي رساله، عشان انا يعني عايزين النهارده نطلع بحلقه مثمره. وهل ده يعني اللي صايم ده ينفع ان هو يصوم ويقدم هذه الاعمال وهو في خصام بينه وبين اخوه المسلم؟ ده فهم خاطئ لدين الله عز وجل. لو انه فهم دينه جيدا لعلم ان الدين ينقسم الى ثلاث: عبادات ومعاملات وولاء وبراء. لا ينفك احدهم عن الاخر بحال من الاحوال. عبادات اتصال بالملك سبحانه وتعالى، معاملات اتصال بالخلق، وولاء وبراء مع الخلق على غير الديانة. العبد يصلي، لكن إذا خرج إلى الشارع وجدته مختلف تماما: كذب، غش في البيع والتجارة، نصب، احتيال، وتجده يدخل المسجد يشاهد صلاة الجماعة كاملة. هذا مطلوب وفريضة عليه أن يصلي، لكن لابد أن تترجم هذه الصلوات وهذه العبادات إلى سلوكيات. المرأة التي كانت صوامة قوامة لما ماتت سأل عنها النبي: كيف حالها؟ قالوا: كانت صوامة قوامة. قال: كيف حالها مع جيرانها؟ قالوا: كانت تؤذي جيرانها. هي فهمت فهما خاطئا لهذا الدين، أن الدين صلاة وصيام وكذا، لكن لم تترجم هذه العبادات. معنا اتصال، بس مين معاه؟ أستاذ نصر، دكتور فايز بن راشد. أهلا وسهلا دكتور فايز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل يا مرحبا بالجميع. كل عام وأنت بخير. أتشرف بالمداخلة بهذه القناة المفضلة. تفضل. أتشرف شيخنا الكريم الشيخ سيد البردين. الله يعزك. ثم بسعادتك المذيع المحترم المميز. الله ده أنا داعية بس النهاردة زنقوني كده الإعلامي ما جاش فاضطريت إن أنا أقدم البرنامج. أنت رجل مناسب في مكان مناسب. ربنا يبارك لك، اتفضل. وأهني الأمة الإسلامية بهذه الأيام المباركة، وأسأل الله الكريم العظيم أن يوفق الحجاج لإتمام حجهم بيسر وسهولة، وأتمنى من الجميع أن يدعو للحجاج وأن يدعو لخادم الحرمين الشريفين وولاة أمورنا أجمعين ولفخامة الرئيس الفتح السيسي ولشعب مصر النبيل الصديق. والحقيقة كلمة الشيخ السيد حفظ الله كلمة مثمرة، تحتاج الأمة الآن للكلمة الطيبة التي توحد صفوفهم وتوحد كلمتهم. والأمة الآن الإسلامية تتعرض لمصادمات وتفرقة، فنحن نحتاج لمثل هؤلاء المشايخ الأفاضل الذي الكلمة لديهم مؤثرة والكلمة صادقة والكلمة الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لبعض الشعوب الذي اختلفت. وهذه الأيام المباركة يجب علينا أن نجتمع بحب الله سبحانه وتعالى وبطاعة أمره ولتوحيد كلمته، وأن نتراحم وأن نكون يدا واحدة مع ولاة أمورنا، وننتم بمصر الكنانة، مصر العلم، مصر التاريخ، مصر الرجال والأبطال، مصر الجيش، مصر الثقافة والعلم والطب. نتمنى اسمكم زيادة هذه الحلقات الطيبة المباركة وزيادة الإرشادات والنصح للمسلمين وتنبيههم عن أخطاء المعاصي. وهذا العيد عيد الأضحى مبارك على الجميع، فنحن من المملكة العربية السعودية ندعو لكم بالتوفيق. يا مرحبا أستاذ الكريم. جزاك الله خير. والله دكتور فايز يعني كلمة يعني فعلا نحتاج إليها والله في هذه الأيام، كلمة فعلا مثمرة، كلمات والله كادت أن تخلع قلبي. أسأل الله أن يوحد صفنا وصفوف المسلمين وأن يعني يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسخاء رخاء وسائر بلد المسلمين يا رب يا رب، ويجعل كده الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب. أنزل على الأمة الإسلامية البركات والرحمات يا رب يا رب. نحن نحتاج اتفضل الشيخ البردين وسعادتك أن يكثر من هذه الحلقات. الأمة الآن تحتاج الكلمة الطيبة، تحتاج للدعوة، ولا تؤمرنا تحتاج الدعوة مننا، نحتاج أن ندعو لهم، أن نقف معهم، أن لا نترك الأعداء تدخل بين صفوفنا لتفرق جمعنا. نحن بالمملكة العربية السعودية لدينا عهد مع ولاة أمورنا ولن نرضى عن مصر الكنانة، فأنتم جدار الأمة. أسأل الله الكريم العظيم أن يوفق جيش مصر وأمن مصر ورئيس مصر للخير والصلاح والهداية والتوفيق وللأمن والأمان. وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلام. كل عام وأنتم بخير، وجزاك الله خير على هذه المداخلة. أتمنى أن نراك قريبا إن شاء الله في مصر إن شاء الله. نورتنا يا دكتور فايز وأسعدتنا، وتحية حب وإجلال لأشقائنا في السعودية حبايبنا ويعني إخواتنا، ربنا يبارك لكم يا رب. خوال العرب الله يكرمك يا رب يا رب. وجيشكم هو تاريخ الأمة وجدار الأمة، وهم في رباط يحتاجون دعوة مننا، تحتاجون أن ندعو لهم وأن نصف معهم وأن نساندهم بكلمة، كل ما لدينا من كلمة صادقة وكل كلمة قوية تصلح المسلمون وتوحي صفوفهم، ولا نترك الآخرين أن يدخلوا بين صفوفنا ويفرقوا جمعنا. أنتم قدوة ونحن نقتدي بكم بالعلم والطب والتاريخ والجيش. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم
أن يحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقنا معكم أجمعين. آمين يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا دكتور فايز، ربنا يبارك لك. كل عام وحضرتك بخير. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وكل الأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. شيخ سيد نرجع بقى مرة تانية. عايزين بقى نخش بقى نشوف العيد كان إزاي سيدنا وحبيبنا النبي محمد بيتعامل فيه مع زوجاته ومع أبنائه ومع الجيران مع الأصدقاء مع الأطفال، خصوصا بقى إن في ناس كتير بتظن إن ديننا ضد الفرحة. في ناس كتير بتظن إن الناس اللي هم أهل الطاعة دولت هم حياتهم كلها عبادات فقط. لا والله إحنا عندنا فرحة وكل شيء جميل، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بيه. وسيدنا النبي لما كانت ستنا عائشة رضي الله عنها قاعدة بتغني هي ومعها جاريتين وبيغني أغاني إيه بعاث، ويدخلوا سايبهم وهم يضربوا على الضف ويغنوا، ويدخل سيدنا أبو بكر. أبو بكر حزين وزعلان، ها مزمار رسول الله، مزمار الشيطان في بيت رسول الله. راح سيدنا النبي عمل إيه يا شيخ سيد؟ عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بداية اضطجع على فراشه وحول وجهه صلى الله عليه وسلم تأدبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مع جاريتين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وراء ذلك، واضطجع النبي على فراشه وحول وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم دخل أبو بكر الصديق وقال ما قال كما ذكرت حضرتك. النبي قال دعهما، والنبي اضطجع على فراشه حتى غفل النبي صلى الله عليه وسلم، وأذنت السيدة عائشة لجاريتين أن تخرج. طالما أن هذا الفرح بضوابط شرعية ليست فيه مخالفات، أولا جارية طفلة تغني، لم يكن مصحوبا بالموسيقى، الكلام كلام طيب، يوم بعاث، مقتلة نصر الله عز وجل فيها الأوس على الخزرج، كلام هادف كلام بناء ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بيوت النبي كانت تملى بالبهجة والفرح والسرور في أيام العيد. لكن أرجع قليلا لما كنت أتكلم فيه فهو مهم. لما كنا نتكلم قبل المداخلة نبين أن الدين عبادات ومعاملات وولاء وبراء. لما سأل النبي عنا قالت صوامة قوامة، قال كيف حالها مع جيرانها؟ قالوا كانت تؤذي جيرانها. إذن هذه المرأة لم تفهم الدين فهما صحيحا، فصلت بين العبادات علاقة مع الخالق، أنا عايز والمعاملات علاقة مع الخالق عشان الناس تفهم. أنت حضرتك ذكرت أنها كانت إيه؟ صوامة قوامة، عارف يعني بتقوم الليل. لا بتقوم الليل كانت صلاة عادية، كانت الظهر أو بس الفجر. عشان المشاهدين تبقى فاهمة قيام ليل، يبقى فاهمة انت كانت بتصلي وتقيم الليل وكانت بتتصدق بالكثير، ها وكانت بتعمل أعمال خيرية كثير، لكن كانت مشكلتها ان هي بتأذي جيرانها. بتأذي الجيران. كانت ايه النتيجة يا شيخ سيد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. في المقابل هي في النار، شوف العبادات عمالة تصلي وتصوم وتعمل أعمال خيرية لكن كانت بتؤذي الجيران بسبب الإذاء. لابد وأن تترجم هذه العبادات إلى سلوكيات، الله يفتح عليك، حتى يكون المجتمع مجتمع قوي، مجتمع ناجح منضبط بضوابط شرعية. وهو ده اللي احنا عايزين بينه المستمع، أن ديننا مش دين عبادات فقط. لا 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 هتصلي وصوم، لا ده في معاملات. لا طبعا اللي مع الخلق. في المقابل امرأة بغي بغي تعد قراية على بيتها للزينة، امرأة بغي زادت في بغيها، امرأة بغي سقت كلبا، ده سلوكيات ليست مع البشر وإنما مع الدواب، كلب أكرمكم الله سقت كلبا فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة بسبب رحمتها، بسبب رحمتها، بسبب سلوكيات في رحمة في القلب، الله يفتح مع معصية الله عز وجل، الله عز وجل غفر لها بهذا السلوك. ابن القيم يقول هذا حال الله مع البغايا، فكيف حال الله مع او مع من وحد رب البرايا. نسأل الله ان يسترنا جميعا. يبقى احنا مطلوب منا يا شيخ سيد الرحمه. تمام صح تمام، والتسامح تمام، والحب تمام. طب يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما اكيد فيه تسامح ورحمه وحب وعفو وصفح، ده مش لبيته فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا عليا في العفو والصفح صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم بيوت النبي كانت افراح بضوابط شرعيه، بيوت النبي كان النبي يمزح لكن لا يمزح الا حقا. احسنت. صلى الله عليه وسلم دلوقتي تشوف الهزار بقى عامل ازاي، واحد بشتم بسب يعني، هل ده ينفع؟ ده جهل بدين الله عز وجل، جهل بدين الله عز وجل. النبي كانت بيوته صلى الله عليه وسلم فيها العفو، فيها السماحه، فيها الرضا، فيها العدل، فيها كرم الضيافه، فيها حسن الخلق، انه ربي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مثلا عليا في الأخلاق. النبي لما يعلق سيفه على شجرة
وينام النبي والنبي ينام أو تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، فيأتي العربي ويأخذ سيف النبي ويضعه على عنق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: من يمنعني منك الآن يا محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الرجل الذي لا يعرف له ربا، قال: يمنعني منك الله. ليعلم الناس جميعا أن الكون كله يدبر بقدر الله عز وجل، بتدبير الله عز وجل. فقال: يمنعني منك الله. فسقط السيف من يده فأخذه النبي وقال: من يمنعني منك؟ قال: العفو، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان مسا علي، عفى النبي عن اليهودية التي سمت الشاة وضعتها للنبي محمد، وعفى النبي عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وعفى النبي عن رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. النبي مسا علي، وثمام بن أسال عفى عنه، وكان جاء قد أتى لقتل رسول الله، في النهاية عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع ثمامة قال: يا محمد، لم يكن على وجه الأرض دينا أبغض إلي من دينك، ولم يكن على وجه الأرض وجها أبغض إلي من وجهك، ولم يكن على وجه الأرض أرضا أبغض إلي من الأرض التي تعيش عليها، أما إني الآن ليس على وجه الأرض دينا أحب إلي من دينك، ولا وجها أحب إلي من وجهك، ولا أرضا أحب إلي من الأرض التي تعيش عليها، وإني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا عفو النبي يؤدي بالكفار الى 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 اسلام والى جنه عرضها السماوات. خليك واقف عند الحته دي عشان هنرجع لها تاني، بس معنا مداخله من الاستاذ ابراهيم خلف الله الاعلام القدير. استاذ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا شيخ ايمن، وطبعا بحيي ضيفك الكريم الشيخ سيد، واحسنتم القول والعمل، وكل سنه ومصر كلها طيبه وبخير وامن وبسلام. وطبعا انا بحيي دكتور فايز طبعا الاستاذ اللي كان قبل اللي فات من السعوديه، وتحياتي لكل العاملين في قناه الصحه وجمال هذه القناه المحترمه، القناه الراقيه بما تقدمه طبعا. وكل سنه وحضرتك طيب يا شيخ ايمن، واحسنت بجد 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 اختيارك لموضوع العيد في بيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ونتمنى من الله ونسال الله العلي العظيم ان يبارك مصر جيشا وشعبا وحكومة، وأن يبارك شعب مصر العظيم. وأنا بحييك طبعا يا شيخ أيمن على هذه الحلقة المميزة والمتميزة جدا. حبيبي أستاذ إبراهيم، ربنا يبارك لك وكل عام وأنت بخير، وكل المسلمين في كل العالم بخير حال. وأسأل الله أن يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. نرجع بقى تاني يا شيخ سيد الحتة دي. برضك العيد في بيت النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في العيد، وخصوصا في ايام العيد، كان افضل عمل بيعمله الاضحيه. تمام. اللي في ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفاها، وفي ناس كتير بتغفل عنها، وناس كتير بتفتكر الموضوع يعني كده بيعدي مر الكرام. لا، احنا قلنا ان العبد المسلم لازم دايما يكون طائع للملك. تمام. احنا اجمل واعظم شعيره في العيد هي ان انت تتقرب الى الله بالاضحيه. يعني اجمل واعظم شيء تتقرب الى الله بالاضحيه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا: من وجد سعه لان يضحي ولن يضحي او فلن يضحي فلا يحضر مصلانا. اللي معاه سعه وربنا موسع عليه ان يضحي وما ضحاش، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: احسن ما تجيش تصلي معنا. ليه؟ لان ما ينفعش تكون مسلم وربنا اللي بيرزقك اللي هو خلقك وبيديك كل شيء وموفر لك المال زي ما بتجمع كده وبتحوش طول السنه عشان تطلع مصيف، واللي بيطلع مصيف يصرف بالعشرات الالاف عشان خاطر يتمتع، ويجي ساعه الاضحيه حتى ما يعرفش يضحي بخروف ثمنه 2000 او 3000 جنيه. فالنبي بيقول لك: لو انت مش هتضحي لا اعتزل مصلينا، خليك في صلي مع نفسك، صلي في بيتك، لان انت مش هينفع تكون مسلم وان انت ما تتاساش. تمام. بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا بقى عايزك تتكلمنا في النقطة دي، فضل الأضاحي عشان الناس تعرف، بس الموضوع برضه كله بأجر وحساب، المعاملة مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا الكريم. عايزين بقى نبين للناس إيه فضل الأضحية وإيه ثوابها. من فضل الله عز وجل أن هذه الأيام العشر مليئة بالخيرات ومليئة بالأعمال الصالحة المتنوعة، طاعة مادية كالذبح، طاعة كالصلاة جسدية، طاعة فكرية أن يتفكر العبد بقلبه وعقله في ملك الله عز وجل، طاعات متعددة.
الأضحية يكفي فيها أن العبد المضحي يغفر له بأول قطرة دم تسقط من هذه تقطر من هذه الأضحية. الله ده بفضل الله عز وجل. الله مع أول نقطة دم بتنزل بتهرك من الأضحية. النبي قال لعائشة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها. ده يكفي هذا الثواب العظيم للأضحية. غير ذلك هي سنة للقادر والمستطيع، توسيع على أهل بيتك وتوسيع على فقراء المسلمين. هذه الأضحية لابد أن تكون خالية من العيوب، سليمة من العيوب تماما. هذه الأضحية لابد أن يكون فيها سخاء. لما قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا كتفها، قال بل بقيت كلها إلا كتفها، وأبقت الكتف الذراع لأن النبي كان يحب الأكل من ذراع الشاة، قال بل بقيت كلها إلا كتفها. فالأضحية ده شيء جميل وشعيرة جميلة، وبيعلمنا النبي فيه العطاء والسخاء. دلوقتي بنتكلم مع المشاهدين إن إيه، عايزين نعرف العيد في بيت النبي. طبعا مع إهراق أول نقطة دم كما أخبرنا وسلم بيغفر أو تغفر ذنوب أهل البيت كلهم. اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. الله يفتح عليك. شوف بقى المحروم اللي ما ضحاش، شوف انت قد ايه محروم. المحروم القادر. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما الصحابه سالوه قالوا وما لنا فيها يا رسول الله، قال بكل شعره حسنه. والصوف بكل شعره، كل شعره من الاضحيه بتاعتك بتاخد عليها حسنه، والحسنه كمان بعشر امثالها، والله يضاعف لمن يشاء. تمام. احنا كمان في ايام مباركه الاجر فيها مضاعف. غير الاضحيه العيد في بيت النبي، لما تنظر ابن القيم عليه رحمة الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في لباس النبي، شوف هي لباس النبي إيه، كان للنبي حلة يلبسها يوم العيدين والجمعة، حلة مخصصة ليوم العيد والجمعة يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان النبي يلبس الثياب الجميل كما قال ابن القيم، النبي يلبس في العيدين الثياب الجميل، وإن لم يكن الثياب جديدا فلا حرج، يكفي أنه يكون حسنا ونظيفا، وإن كان قديما لا ضير في ذلك على الإطلاق. ودي نقطة لكن تانية. السمت العام أرديحة الطيبة المسك. ودي نقطة الثياب تانية وإن كان فقيرا. يعني دلوقتي المفروض أن أنا في العيد بلبس الثياب الجميل وأوسع لأهل بيتي كمان والأطفال، على أهل البيت وعلى فقراء المسلمين، لهم لبس جديد الزوجة ولا إيه؟ إن كان يستطيع، إن كان في استطاعته أن يأتي للزوجة والولد فهذا مطلوب. خيركم خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. توسيع على الجميع إن كان مستطيعا، ونسأل الله أن يجعل بيوت المسلمين بيوت رخاء. اللهم أمين يا رب العالمين. يا رب يا اللهم رب. أمين يا رب العالمين. طيب إحنا اتكلمنا عن الأضحية، طبعا عادة نتكلم عن ثوابها وفضلها، يعني الموضوع يحتاج منا الحلقات. لا العيد مليء، العشر الأول مليئة بالخيرات. احنا كمان عايزين نبشر الناس بحاجه، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان كان جميل وكريم صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، واحد لاهل بيته والتاني لمين؟ من لم يضحي. من لم يضحي يعني كل واحد فقير مش قادر، ما عندوش استطاعه ان هو يضحي، نقول له ابشر فقد ضحى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا حبيت اقول النقطه دي ليه؟ عشان اقول للناس قد ايه النبي كان بيحبنا. طبعا قد ايه سيدنا النبي كان كل همه وكل شغل الشاغل امته. والله لو احنا نحبه بس ربع الحب اللي كان بيحبه لنا. النبي كان يدعو صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاه كما قال عائشه، اللهم اغفر لامتي ما تقدم وما تاخر. كان كل صلاه بعد الصلاه يدعو النبي لامته. لكن عايز انتقل معك انتقاله، في هذه الايام قد يكون الامر بالنسبه للناس، في بعض الناس فيه ضيق في المعيشه، أين الرضا هنا؟ فين الرضا بما قسم الله عز وجل؟ لا يظن أحد الناس أن الرزق مال فقط. زوجة صالحة تطيعك كعائشة وخديجة هذا رزق حسن ورزق جميل. كان النبي يثني على خديجة بعد وفاتها، فتغار عائش يا رسول الله قد أبدلك الله خيرا منها، امرأة تغار، قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. وظل النبي يعدد محاسنها، صدقتني حين كذبني الناس وأوتني وإلى آخره. فالرضا الرضا الرضا لابد ان يكون موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوته لا توقد النار، شوف مسافات كام لا توقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين الرضا. ولما نتكلم على نتكلم عن الرضا، الرضا بقضاء الله وبقدر الله عز وجل، نرجع فنرى حديثا جميلا اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره
الحديث طويل لكن نأخذ الفائدة منه. النبي قال كان في من قبلكم سلاسا بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، فأرسل الله أراد الله أن يبتلي السلاسة، فأرسل ملكا في صورة آدمي قال للأول أي شيء أحب إليك، للأبرص قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قد خذلني الناس، هذه الرائحة التي يكرهها الناس تذهب عنه وأعطى لونا حسنا. يقول مسلم فمسحه الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال أي المال يحب لي؟ قال الإبل، فأعطي ناقة عشراء. وانتقل الآخر أي شيء يحب لك؟ الأقرع، قال شعر حسن ولون حسن ويذهب عن الذي قد خذلني الناس. فمسحه الملك فأعطي بفضل الله شعرا حسنا وجلدا حسنا لونا حسنا. أي المال يحب إليك؟ قال البقر، فأعطي ناقة، أعطي ناقة برضو عشراء يعني ناقة حاملا. فقال بارك الله لك فيها. الثالث يختلف تماما عن الاثنين، رجل أعمى قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله لي بصري. هنا لابد وأن ننتظر ونتأمل. الأول قال أعطي لونا حسنا، أريد لونا حسنا وجلدا حسنا، لم يتذكر أن المعطي هو الله وأن المانع هو الله وأن الرزق بيد الله عز وجل، نسي أن يرد الفضل أو يسأل الله. المهم أن يجيله لون حسن وجلد حسن، مش مشكلة منين، أريد جلدا حسنا، والثاني أريد برضو شعرا حسنا، لكن الثالث أن يرد الله إلي بصري، يعني رجع إلى الله، علم أن الكون كله مأمور بأمر الله ولن تنال من الرزق إلا ما قدره الله. قال أن يرد الله إليه، فمسحه الملك فرد الله بصره. ولما سأله أي شيء أحب إليك ما قال الإبل ولا البقر، ولكن سأل مسألة بسيطة، الغنم، فأعطي شاة والدا تولى هو نتاجها، وبفضل الله عز وجل صار الأول عنده قطيع من الإبل والثاني قطيع من البقر والثالث قطيع من الغنم، أراد الله أن يختبرهم. مر زمان وكانوا أغنى الناس الثلاثة، وجاء الملك بفضل الله في صورة رجل مسكين، جاء للأول وقال له مسكين وعابر سبيل أريد منك ناقة أتبلغ بها سفري. هنا لم يتذكر ماضيه ولم يرد الفضل إلى الله ولم يشكر النعم، قال إن الحقوق كثيرة، يعني ندفع ضرائب وندفع تأمينات وغرف تجارية والديون كثيرة وعندنا ناس في البلد كتير أغنية وعندنا ناس في البلد فلان بأخذ مني وبدي فلان وبدي الفلان. فقال كأني أعرفك، انظر إلى اللمحة، الملك بيقول له افتكر ماضيك، أيوة كأني أعرفك خلي بالك أنت فقير، كأني أعرفك. قال ألم تكن فقيرا فأغناك الله. الله، ألم تكن أبرص، ألم تكن كذا، قال إنما ورثته كابرا عن كابر. الله، شوف الكبر بقى والجهل مع بعض، العجب والكبر والعجب، نسي ماضيه تماما، وده كثير من حال الناس الآن حينما يعطيه الله عز وجل المال الكثير ينسى الفقراء وينسى ماضيه، مع مال وتقول له انت بعت واحد فقير عم منين ده انا عندي كشف، وينسى ورق تجاريه وفقراء وكذا زي ما قلت بالظبط. تمام، لو جيت تفكره ان انت كنت زمان، لا ده انا زي ما قلت ورثته كابرا عن كابر، انما ورثته كابرا عن كابر. خش معنا الابرص، لا الثاني نفس الكلام، انما ورثته كابرا عن كابر، كاني اعرفه، قال انما ورثته، نفس الاول بالظبط. ذهب للثالث قال مسكين وعابر سبيل. طب وما دعاش عليهم الملك؟ اسمع بس الجاي، فقال له، قال للاولاد الثاني ان كنت كاذبا فصيرك الله، الله كما انت، يا رب كما يعني قلت، يرجع زي ما قلت، اذا كنت انت بقى انت، بقول لك كاني اعرفك، اصحى شوي وارجع لورا، ما رجعش ولا تذكر ماذا قال، انما ورثته كابر عن كبر. الجهل والكبر اودى بقارون الى اسفل الارض واذهب ماله وملكه. انما ورثته ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت. الاثنين، الثالث قال له اريد شاة اتبلغ بها سفري، عابر سبيل ومسكين، قطعت بها الحبال وليس لي بلاغ اليوم الا بالله ثم بك، اريد شاة اتبلغ بها سفري. ماذا قال؟ قال الرجل أعمى لقد كنت أعمى فأبصرني الله. الله، ده بقى بيؤدي شكر نعم الله يرضى عليه. الله يرضى عليك. وهنا رضي في البداية بما قدر الله عليه من العمى، كان رجل أعمى وراضيا، ولما جاءه الملك رد الأمر لله أن يرد الله، ما ذكر الأول والثاني الله أبدا خالص، قال أن يرد الله. ولما اختبر ماذا قال؟ قال لقد كنت أعمى فأبصرني الله، مش إنما ورثته كابرا عن كابر، الأمر مختلف تماما. ده حال الناس على كل العصور، في كل العصور، يا جاهل متكبر جاحد يا شاكر للنعمة، يا راضي يا تاني عدم رضا. فقال له ايه؟ قال
أن يرد الله، فرد الله لي بصري قد كنت أعمى فأبصرني الله، وقد كنت فقيرا فأغناني الله. اسمع، خذ ما شئت. الأول ما أعطاش واحدة بس، الحقوق كثيرة. الثاني الثالث ماذا قال؟ قال خذ ما شئت ودع ما شئت، اللي انت عايز القضية كله خده لو انت عايز. خذ ما شئت، مش ده لواحد عايز واحدة؟ يا الله، كان ممكن يقول لي عايز واحدة خد لك ثلاثة، خد لك مش عايز ألف دي سلف، خد لك ثلاثة، لأنه عارف إن المنعم هو الله. هنا 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 بقى وذكرني، أرجع للحديث سريعا، هنا لفتة جميلة لما الرجل الذي قبضه الله عز وجل وجيء به يوم القيامة ولم يكن له حسنات تدخله الجنة، هذا الرجل كيف حاله؟ ماذا كان؟ كان يقرض الناس، ولكن يقرض الناس قروضا حسنة بدون فائدة، وحينما يأتي معاد السداد يرسل رجاله وعماله إلى فلان، يقول لهم أنظروا الموسر، الرجل اللي هو ربنا جهز رزقه وجهز الدين، خلوه كمان شهرين ثلاثة، ربما استلفوا من واحد تاني، خلوه شهرين ثلاثة. طب المعسر اللي ما معوش يسد الدين، وتجاوزوا عن المعسر، اكتب الدين خالص كأنه ايه سدد الدين، يبقى اللي معاه وجهز اركنه شوية، والتاني اللي المعسر تجاوز عنه، ده اللي كان بيعمله. فقال الله عز وجل له أنت تتجاوز عن عبادي، نحن أحق أن نتجاوز عنك. غفر الله له وأدخله الجنة، ليس له أعمال غير هذه الأعمال، أنه كان يقرض الناس قرضا حسنا، ينظر يؤجل الموسر ويتجاوز عن المعسر. الأعمى نرجع، الأعمى أن يرد الله إليه بس، قال قد كنت أعمى فأبصرني الله، وقد كنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لن أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. والآخر الملك قال له بقى دعاله إيه؟ دعاله بالبركة. الأولاني بارك الله لك في مالك، الأولاني إن كنت كاذبا فسيأترجع تاني أبرص، وهترجع ريحتك كريهة يقذرك الناس. أما الأخير بارك الله فقد رضي الله عنك. خلي بالك، بدأ الملك به ولم يبدأ بالاثنين، ما قالش إيه قد سخط الله على صاحبيك، لا، إكراما لهذا الرجل الله بدأ به، قد رضي الله عنك، أنت الأول، أنت الإنسان اللي نجحت في الاختبار، أعطيت المال ولم تتغير، ودي سمة موجودة في المجتمع. كثير من الناس يعطى المال وينسى ماضيه، وينسى أن المعطي والمانع هو الله عز وجل. قال بارك الله لك، قد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. يعني أنت عايز تدي رسالة للناس الفقيرة ان انتوا ترضوا بما قسمه الله، ودي افضل شيء، ده افضل شيء في الدنيا. قلبي لان شكرتم الرضا جنه الدنيا، هي دي جنتك. عايز تفوز وتكسب ترضى بربنا سبحانه وتعالى قسمه لك. واحنا لفته قبل ما انساها، ان عايزين فهم الناس ان الرزق مش فلوس، مش خالص اموال خالص. الزوجه الصالحه كخديجه وعائشه رزق خالص، الولد الصالح رزق، كاسماعيل رزق، الصحه والعافيه رزق، الجار الصالح رزق، العقل ده رزق، الاولاد رزق، كل شيء ده فيه ارزاق كتير. ان يهديك الله عز وجل لصلاه الجماعه رزق الله، ان يهديك الله للذكر رزق الله، ان يهديك الله للصلاه على الحبيب محمد رزق صلى الله عليه وسلم، ان يهديك الله للاستغفار رزق، ان يهديك الله لتدعو ربك ان ترد على حوض النبي ويكون القلب معلقا بالنبي رزق الله. اسمع الله. النبي كما جاء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، إذا أردت أن تتعرف على مراتب الهمم، عايز تعرف الرجال بحق، فانظر ربيعة بن كعب الأسلمي. ربيعة الصحابة مع النبي، منهم من يسأل النبي ما يواري سواته، طبيعي ما عنديش ثياب، عايز ثياب النبي يعطي، والتاني ما يسد جوعته، ما بيتي ما فيش أكل، عايز أكل النبي يديله. سهل وطبيعي أنك تسأل النبي عايز كذا، لكن مش الطبيعي إن النبي يسألك نفسك فيه. كونك تقول يا رسول الله نفسي في كذا، ده طبيعي تسأل الرسول، لكن كون انت ساكت والنبي يسألك ماذا تتمنى يا فلان الله، نفسك في ايه، ده منزل عليه. يقول ابن القيم اذا اردت ان تتعرف على مراتب الهمم، فانظر ربيعة بن كعب الاسلمي. سأل بعض اصحاب النبي ما يسد جوعته، والاخر ما يواري سواته، اذ قال النبي يا ربيعة تمنى علي، نفسك في ايه. ربيعة له هدف سامي يختلف عن كل البشر، مسألة الدنيا على الإطلاق، لأنه بحق يعلم أن الدنيا قنطرة إلى الآخرة، شجرة يستظل تحتها ثم يصل إلى الآخرة. قال يا رسول الله ما سأل النبي ثيابا ولا زوجة ولا بيتا، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. الله أكبر. شفت الطالب السامي الرفيع؟ المشاهدين لازم يعرفوا الكلام ده كويس، إن لابد لما تسأل الله، إذا سألتم الله فسألوا الله الفردوس الأعلى. لما تكون لك أماني ما تكونش أماني قليلة وحقيرة، اطلب
طلب سام قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، إما أكل وأشرب إما ونعم في الأرض، وفي النهاية قبر تحت تراب في عذاب. إيه لما كنت بمر على الصراط ويقع الإنسان والعياذ بالله تتخطفه كاليب جهنم ويشوى كالطير، إيه إنك أنت تدخل النار وما تطلعش من النار، ده مصيبة ده مشكلة، واخد بالك؟ لا الإنسان لابد إن هو يعني يتصل بالله ويحسن الظن في الله عز وجل. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في نهاية صحيح مسلم أن الله عز وجل أخرج أربعة من النار، حديث صحيح، أخرج أربعة من النار، فلما خرجوا أمرهم أن يدخلوا فيها ثانية، فرجع ثلاثة وبقي واحد والتفت إلى ربه، فقال الله وربه أعلم لماذا لم تدخل، فقال يا رب اسمع عشان اتعلم كأمة محمد صلى الله عليه وسلم حسن الظن في الله، أنت عامل إيه في حسن الظن؟ هل أنت تحسن الظن في الله؟ الله قال أنا عند ظني عبدي بي، أنت ظنك إيه في الله؟ أنت فقير؟ ظنك بي أن يغنيك، ظنك بي أن يرزقك زوجة وأولاد وجار صالح ويرزقك أعمال صالحة تدخلك الجنة، ظنك بالله أن ترد على حوض النبي فتشرب منه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ظنك بالله أن ترى الله عز وجل في الجنة دون حجاب وأن يكلمك الله دون حجاب، لابد يكون ظنك في الله. قال الرجل لما أدخلهم الله النار ووقف، لماذا لم تدخل؟ قال يا رب ما كان ظني بك بعد أن أخرجتني من النار أن تعيدني فيها ثانية. الله, الله أكبر. الله. ما كان ظني بك بعد أن أخرجتني من النار، أنت طلعتني ما مش متخيل هترجعني فيها تاني، أنا بحسن الظن فيك، ما كان ظني بك بعد أن أخرجتني من النار أن تعيدني فيها ثانية. فقال له ربه جل وعلا أدخل الجنة، فدخل الجنة. أنا عند ظن عبدي بي، أين نحن من الظن؟ هل نحسن الظن في الله؟ لابد أن نخرج بالأسباب المادية نعيش، لكن لا يكون عندنا طول أمل. اسعى للرزق، إنك إن تذر ورثتك أغنياء كما قال نبي محمد خير من أن تذرهم فقراء يسألون الناس. اسعى للرزق الحلال لا ضير، لكن لا يكون همك وشغلك المال، ليكن عندك أمل لكن ليس طول الأمل، الأمل لا شيء فيه ولا ضير، أما المشكلة والخطأ طول الأمل. قال ابن حجر رحمه الله لولا الأمل ما هنئ الناس بعيش. فليكن عندنا أمل جميع أننا بفضل الله سيرفع عنا الله عز وجل الوباء والوباء، سترفع الكورونا بفضل الله عاجلا أو آجلا، نأخذ بالأسباب المادية من صحة وتعليمات للدولة وللصحة جزاهم الله عنا خير الجزاء. هذه الكتائب المجندة لابد أن نذكرهم الآن من الأطباء والممرضين والممرضات على رؤوسنا تاج جميعا، هم جميعا تاج على رؤوسنا، نسأل الله أن يوفقهم ويعافيهم جميعا يا رب العالمين. سنخرج من هذه الأزمة أفضل من الأول وسيعافينا الله. وللمريض نقول اصبر، الله عز وجل أحط خطاياك، الله عز وجل يريد أن يرفع درجتك بهذا المرض. والذي لم يصاب نقول أشكر نعم الله عز وجل، وأخرج كما أخرج الرجل الأعمى من مالك حتى يبارك الله عز وجل لك في مالك. الله يبارك لك شيخ سيد. أجمل حاجة الرضا. الرضا شيخ سيد بيقول لك الرضا، هترضى هتعيش سعيد، مش هترضى والله لو كان معاك زي ما بيقول كده مال القارون. فالرضا وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس، تكون أغنى الناس. وكده كده بفضل الله إحنا مصر دي من أجمل شيء فيها، إن في يوم العيد وليلة العيد مفيش بفضل الله فقير إلا وربنا سبحانه وتعالى بيكرمه من واسع. ده حال أمة محمد خاصة مصر. بس في حاجة شيخ سيد، عايزين الناس الأغنية واللي بتوزع لحمة واللي بيوزعوا أيا كان بقى فلوس في العيد شنط، في ناس على فكرة يا جماعة بتبقى فقيرة وبتستحي إن هي تطلب. يا ريت يا ريت كل واحد في منطقته، كل واحد في الحي اللي هو فيه، كل واحد في القرية اللي هو فيها، يتحرى الناس اللي هي بتستحي، يتحرى الناس اللي هي عندها عفاف ان هي تقول لك لا يسأل الناس الحافة، لا يسأل الناس. فبالله عليكم احنا لسه معانا كمان يومين، اللي ما ضحاش وما كانش يعرف فضل الأضحية وعرف النهارده يرجع بسرعة ويضحي. انت معاك لغاية عصر رابع يوم، او يعني الغروب اخر يوم، اي في ثالث ايام التشريق، يعني رابع يوم العيد لغاية الغروب تقدر تضحي. ما ضحتش يلا اجري وسارع عشان ذنوبك كلها تغفر، انت مش عايز ذنوبك تغفر. فيعني رسالة قبل ما اختم، عشان خلاص يعني بلغوني ان الوقت دهمنا. يا جماعة اجمل شيء في الدنيا ان احنا نحب ربنا، وزي ما الشيخ سيد قال نحسن الظن في الله ونرضى باللي ربنا سبحانه وتعالى اسمه لنا.
لأن الرضا بما قسمه الله هو ده الغنى. الغنى عايزين نحب بعض، رسالة. لو عايزين ربنا يكرمنا ويرفع عنا الغلاء ويرفع عنا الوباء ويرفع عنا كل الابتلاءات اللي احنا فيها، بالرجوع إلى الله، بالحب والتسامح، بالعفو والصفح. كل واحد كان بيصلي الأيام اللي فاتت، كل واحد كان بيصوم، وكل واحد كان بيقيم الليل. ازاي تقيم الليل في قلبك شيء لاخوك المسلم؟ في خصام بينك وبين اخوك المسلم، ازاي تهجر اخوك المسلم وتقول لي انا بصلي واصوم؟ ديننا مش دين طاعات فقط، لا، ديننا طاعات ومعاملات، عبادات ومعاملات. رسالة قوية، نحب بعض ونخاف على بعض ونملأ قلوبنا حب البعض، وعايزين نسامح. يا اخي ده سيدنا النبي محمد اذوه، شتموه، سبوه، اخرجوه من بلده، طردوه، قتلوا اصدقائه، فكروا في قتله اكثر من مره، مرات ومرات، يعني كل اللي تتخيله من الاذاء. كانت ام جميل تضع السال الجزور على ظهره، كل الاذاء، فكروا في قتله اكثر من مره، وقتلوا اصحابه، وقتلوا. وفي الاخر النبي عفى عنهم، داخل مكه وبيفتح مكه في عزه، بيقولوا له او بيسالهم: ما تظنون اني فاعل بكم؟ تخيلوا كده، انا هعمل فيكم ايه؟ المفروض بقى واحد، اي واحد يبقى عنده لغه الانتقام، هو مش انتقام، ده بياخد حقه. لا، اللي هم كمان عارفين ان هو كريم وبيسامح، اخ كريم وابن اخ كريم. قال لهم: لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم. يلا عيشوا بينا بسلام وبامان. الحب، التسامح، اي واحد ظلمك يا اخي سامحه لله، واحد ينتقص حقك لله، اي واحد ليه عندك مظلمه ردها له. عايزين نحب بعض، عايزين بقى نحب بعض. والله يا ربنا مش هيرفع عنا، يعني سبب ان الرساله وصلت لنا الايام اللي فاتت، المساجد اتقفلت. ها ليه؟ لعلها اغلقت في وجوه المنافقين، اللي كان بيخش بيكذب ومرائي وبيشتم ويسب، اللي كان بيدخل المسجد بيبتدع في دين الله، واللي بيعمل اشياء مبتدعه. المساجد اتقفلت عشان تأبى. يبقى انا نصلي بعاد عن بعض في الصلاة دلوقتي بعد بفضل الله لما المساجد اتفتحت، وبنلبس كمامات وما بنسلمش على بعض. ما هي دي لعلها رسالة من ربنا، لان القلوب امتلأت حقد، امتلأت ضغينة وكراهية. مش دي رسالة من ربنا؟ هو ده كان سبب، هو ده ظرف اللي انتوا كنتوا بتعملوه مع بعض، ما كانش فيه حب وتسامح ورحمة، خليناكم دلوقتي بعاد عن بعض. فاحنا عايزين نلم شمل بعض، نحب بعض بقى. حب اخوك المسلم، حب جارك، حب صاحبك. اوعى تفكر لحد في اذيه. الشيخ سيد قال: اي واحده كانت بتصلي وتقيم الليل، او واحد، اي رجل او امراه بيصلي ويقيم الليل ويتصدق لكن بيؤذي الجيران، النبي قال: قال لا خير فيه، او لا خير فيها، فهي من اهل النار، عشان كان بتاذي الجيران. يعني صلاتك مش هتنفعك، ولا قيامك لليل، ولا صدقاتك، طول ما انت مؤذي او بتؤذي الناس. فنحب بعض، نحب بعض، رسالة قوية، بالحب، بالعفو، بالتصافح، بالتغافل. اتغافل عن زوجتك في اي شيء بتقع فيه، وانت كمان عدي، ما تمسكوش لبعض. زوجك حبيبك اللي برضاها تخش الجنة. عايزين نحب بعض يا جماعة، نبتدي من كل بيوتنا. كل واحد حب زوجتك، وانت حب زوجك، لان هو ده اللي ربنا قسمه لك، وهو ده الرزق اللي ربنا اعطاه لك. وانت كمان حب زوجتك. رسالة قوية، الحب. شيخ سيد والله شرفتنا، وانا النهاردة سعيد جدا ان انا كنت معك، ان انا بحبك في الله. ويا رب يا رب يرفع عنا الوباء والغلاء والابتلاءات اللي احنا فيها. عايزك بقى رسالة كده سريعة للمشاهدين، يعني في ثواني. قبل الرسالة في خطوات عملية، ان قدر الله لنا اللقاء ثانية، خطوات للمخرج من هذه الأزمة، ازاي ربنا يرفع عنا البلاء. خطوات عشر، واحدة بعد الأخرى، لكن في لقاء قادم إن شاء الله. الرسالة عايز أقولها للناس جميعا، بفضل الله عز وجل، إحنا عايزين إذا كنا عايزين نخرج إلى النجاة، لابد من عقد صلح مع الله عز وجل. كلنا جميعا داعي ومدعو، لابد من عقد صلح مع الله، نرجع إلى الله عز وجل. كلنا يعلم ذنبه، كل واحد عارف ذنبه وعارف الخبيئة بتاعته وعارف سره، كل واحد يعود. يكفينا شرف النبي ربنا عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل كل ليلة في الثلث الأخير، هل من داع فاستجيبوا له، هل من مستغفر؟ الله ينزل إلى العاصي في الثلث الأخير من الليل، هل من داع فاستجيبوا له، هل من مستغفر فاغفروا له.
صلح مع الله، إيمان بالله، تقوى، عودة. قال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كل الأمة إذا كانت تخشى من الرزق وتشكو الفقر ارجع إلى الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الله حييسر لعلماء الأمة المسلمة اكتشاف الذهب، اكتشاف المنجنيز، الفوسفات، الحديد، ما تحت الأرض، البترول من كنوز، حييسر ربنا لعلمائنا يكتشفوا، نكون أغنى الناس، بس بشرط: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حفظ الله مصر وحفظ جيشها وحفظ أهلها وحفظ القائمين عليها، وجعل الله عز وجل مصر دائما رايتها خفاقة. ونسأل الله أن يعيد للأمة عزها ومجدها وأن يجمعنا للخير يا رب يا رب. وشكر الله لكم، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم من الله أقرب، كل عام وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.